حياكم الله مشاهدين الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل وراح نتكلم عن موضوع جدا مهم وجدا حساس وهو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. طبعا تحتفل شرطة الفجيرة بهذا اليوم بالعديد من الفعاليات التوعوية للجمهور وحمايتهم من المخدرات وأضرارها. أكيد مشاهدين المزيد خلونا نرحب بضيفنا سعادة العقيد الدكتور سعيد الحساني، نائب مدير إدارة الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة الفجيرة. مرحبا بك ونورت البرنامج سعادتك. مرحبا استاذ سيام استاذ العزيز، نوركم الله يحفظك. سعادتك تفضلي. يلا لا 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 ما وايستي خلاص حلو تفضلي سعادتك الموضوع جدا حساس والله يحمي عيالنا ويحمي اخواننا، لان فعلا اكثر شيء نحن نخاف منه وان هذا الشيء لما يدخل في الانسان يدمره، وممكن تشوفه يدخل هو مراهق او هو شاب او حتى هو عدى 30. فكلمنا عن اليوم هذا، شو ممكن انتم تسوون، كيف ممكن نوعي الناس من اضرار المخدرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدايه خادم جزيل الشكر والتقدير الى تلفزيون الفجيره على استضافته في هذا اللقاء المميز في برنامجكم المميز للحديث عن موضوع هو مثل ما تفضلت اخوي عبد العزيز في غايه الاهميه. لما له من اثار وتبعات، وهذا الموضوع يؤرق ليس فقط يعني دوله معينه، انما هو داء وظاهر سبب تفشت في كافة الدول وكافة المجتمعات، سواء كانت مجتمعات فقيرة أو مجتمعات متقدمة، ألا وهو موضوع المخدرات. طبعا في هذا الإطار نحن بالتعاون مع برنامج سراج الذي يترأسه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، وفق المؤشرات الاستراتيجية التي تبنتها وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة بموضوع تعزيز الأمن والأمان، بما يحقق الهدف الاستراتيجي تسعى اليه وزاره الداخليه، وهو عمليه الحد من قضايا المخدرات. في هذا الاطار ونحن في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للمخدرات والذي صار في 26 يونيو من كل عام، كفرصه للعالم للسطوع على هذه الافه التي باتت تهدد امن المجتمعات، وبالاخص تستهدف من؟ تستهدف فئة الشباب الذي هم عماد هذا الوطن. ففي هذا اليوم على المخدرات طبعا تركز إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة عن شرطة الفجيرة بشكل أساسي على عملية التثقيف والتوعية الأمنية للتوعية بالأضرار الناشئة لكافة الفئات والمستويات من أفراد المجتمع من خلال عدة وسائل. لعل أبرز هذه الوسائل احنا كنا نتناقش فيها الوسائل التقنية الحديثة، وسائل التواصل الاجتماعي. كنا في السابق كنا نعاني احنا كيف نصل للشاب، لكن مع التقدم في وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات أصبحت هذه أسرع الطرق وأكثرها نجاحا في كيفية إيصال رسالة إعلامية وتوعية من خلال فيديو توعوي قصير، من خلال بوست قد يشدها الإنسان إلى إرجاعه للطريق الصواب والطريق الصحيح من خلال هذه التقنية الحديثة. إضافة إلى الكثير من أخوي عبد العزيز قلت لي بعض الأساليب اللي نقدر نوعي فيها، كذلك نحن نركز بشكل أساسي على أبنائنا طلبة المدارس، لأنهم عماد هذا الوطن، من خلال التكثيف الدائم للمحاضرات التوعوية والثقافية بشو الآثار وشو المضار التي ممكن تنتج عن تعاطي مثل هذه المواد المخدرة سواء على الفرد أو على المجتمع. سعادتك إذا تكلمنا عن دور وآثار مترتبة على المتعاطي نفسه وعلى المجتمع وعلى أسرته. طبعا الاثار اختسام اثار كبيره، لو نتكلم نحن عن اثار المخدرات هي اثار ضار على سواء على الشخص نفسه او على المجتمع. لو نتطرق نحن الاثار التي قد تعود الى الشخص نفسه، قد يتعرض هذا الانسان الذي يقع في وحل المخدرات وبراثة المخدرات الى العديد من الامراض تعود على نفسه كالاضرار الصحيه. نجد نحن كثير من الامراض المعديه التي تنتقل من خلال تعاطي مثل هذه المواد المخدرات سواء باستخدام أدوات ملوثة. هذه الأدوات قد تنقل العديد من الأمراض المعدية التي تفتك بصحة هذا الإنسان. ناهيك عن الأمور الأخرى، الهزال العام والضعف وعدم التركيز، الأمور التي تؤثر على الصحة البدنية لهذا الإنسان، فبالتالي يصاب بنوع من العزلة ونوع من الانطوائية. لا يتصل مع الآخرين، فبالتالي قد يصاب بنوع من الاكتئاب نتيجة هذا الأمر. هذا والأضرار كثيرة في هذا الحالة الاقتصادية وغيرها والحالة الاقتصادية كلها عمليات هي عبارة عن سلسلة متكاملة. على المجتمع ضرر كبير على المجتمع، لأنه يؤدي إلى دمار الأسرة التي هي نواة وأساس المجتمع. عندما يكون هذا الأب مدمن
فالتالي يؤثر على تماسك هذه الأسرة. فما بالك إذا كان أحيانا إذا كان رب الأسرة سلك هذا الطريق الإدمان، يؤدي إلى تفكك الأسرة، يؤدي إلى هذا الشخص لا يجد قدوة مناسبة. هذا الابن دائما من الأسباب التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات ينظر إلى القدوة، فإذا كان هذا القدوة مثلا عادة يقتدي بمن؟ الأب، الأم أو الأخ. صحيح. أو إذا كان مثلا شخصية محببة لهذا الإنسان، فعندما يجد هذا الإنسان إذا الأب سلك هذا الطريق أو الأخ، فبالتالي ينقل هذا الأمر هي كعد وتنتقل فعلا إلى الأخ. سعادتك كانت في حملة في من القيادة العامة لشرطة الفجيرة في سيتي سنتر. نعم. تكلمنا عن هذه الحملة. طبعا في ضوء الاحتواء الدولي على المخدرات طبعا تم تشكيل لجنة في القيادة العامة لشرطة الفجيرة من خلال القيام بعدة برامج وفعاليات، سواء من خلال إقامة محاضرات توعوية، من خلال إرسال رسائل نصية للجمهور، كذلك من ضمن الحملة هي عملية الفعالية التي أقيمت في سيتي سنتر الفجيرة بالتعاون مع مركز التسوق. احنا حبينا أن نخرج عن نوعا ما من إطار التقليدي عملية التوعية بروشورات أو ما شابه ذلك، من خلال أسئلة هي تشجيعية وتحفيزية ومباشرة للجمهور. نحب نحن نلتقي مباشرة مع الجمهور. وكل الشكر والتقدير بالفعل يعني لتلفزيون الفجيرة على تعاونهم، ومش غريب عليهم. نعم، أنهم لأن هذا خدمة مجتمعية. أكيد. أن نحن كيف نوعي وكيف نصل بالرسالة الإعلامية للجمهور. أكيد. من خلال أسئلة ثقافية الهدف منها الأساسي هي عملية التوعية بأضرار هذه المواد. واجبنا ونحن كميلة بعض. أحب أن أتابع معاكم مع المشاهدين هذا التقرير. هذا التقرير طبعا اللي أعدته زميلتنا ليالي واللي كانت عن الحملة واللي تكلمت عنها أنت، وزميلتنا ليالي كانت موجودة هناك. نعم. واستطلعت آراء الجمهور. خلونا نشوف وياكم. آفة عالمية عابرة للقارات تنتشر كالنار في الهشيم وسط ضعفاء النفوس، الإدمان على المخدرات. وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لابد لنا أن نتوقف عند نجاحات وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي لهذا الطوفان الجارف من خلال اعتماد استراتيجية إنسانية سامقة المبادئ تقدر الإنسان وحقه في الحياة في حضن الوطن الدافئ. طبعا بالنسبة للمخدرات هذا يعني موضوع كبير وواسع، يبدأ من بداية تعاطي المستخدم هذه الشباب، يعني بداية يظنوا أن قصة المخدرات هي خروج من واقع مؤلم، ولكن الحقيقة هي دخول إلى واقع مؤلم. بالبداية يبدأ بأن يتلف جزء من خلايا العقل، كذلك يتغلغل في الجسم في الدم بالذات، الرغبة تزيد في أن يرغب بالكثير. يعني اليوم إذا كانت جرعة بسيطة في البداية أكيد مع الوقت تزيد هذه الجرعة وتتضاعف. طبعا هذا ينعكس على الجانب المادي لديه ولدى الأسرة. أولا أشكركم على هذه الحملة التوعوية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يكون يعني هي صدى للشباب وتوعية للشباب. بالنسبة لسؤالك شو الأشياء اللي تدفع الشباب لهالأشياء، ربما أنه التطور التكنولوجيا الحديثة اللي طلعت على طول، يعني كالشاب يعني يحب يكتشف الأشياء، ممكن أنه الفراغ، ممكن يكون مثلا التكنولوجيا اللي هي طلعت حديثة للشباب بحيث انه هو يحب يكتشف الأشياء الجديدة، يجرب ما هو جديد، ممكن يكون إهمال حتى من الأسرة نفسها. هناك العديد من مراكز تأهيل على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة لإنقاذ المدمنين على المخدرات، هل لك أن تسمي بعضها؟ مركز التأهيل الوطني في أبوظبي ومركز التأهيل الإرادة في دبي. نصيحة مني أنا لجميع الناس، ولو كنت أنا بهذا الحال، أني أنا أذهب إلى هذا المركز وتعالج واقضي على هذه المشكلة لأكون جزء من هذا المجتمع الطيب، وتحت ظل هذه القيادة الرشيدة وتحت ظل المؤسسات المدعومة من قيادتنا لأصحاب الإدمان.
أولياء الأمور هم اللي السبب في هذا الموضوع، لأن ما يهتمون بأبنائهم ويحافظون عليهم وينتبهوا لهم يعني دائما، يخلونهم يعطونهم حبلهم على غاربهم. أول شيء لازم أكون صديقة لعيالي، لازم أتقرب منهم زيادة، لازم أشوف أتبعهم منو أصدقائهم، لازم يكون أصدقائهم أكثر شيء يعني ذا تربية أخلاق، تربية صالحة، يكونون يعيشون مجتمع يعني بعيد عن الأصدقاء الفاسدين، الأصدقاء اللي يعني اللي أشوف أخلاقهم يعني ما زينة، يكون أوجهها عيالي. وثاني شيء أشغلهم يعني وأشغل وقت فراغهم، يعني وقت الفراغ يكون أهم شيء إنه يكون يشغله في وقت في شيء مفيد. في إطار استراتيجيتها لتحقيق الأمن والأمان وتحقيقا لأهداف وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والوقاية منها، تسعى القيادة العامة إلى نشر الوعي في صفوف المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة من خلال تنظيم العديد من الحملات التوعوية والتثقيفية لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لإيصال رسائل في اتجاهات متعددة مفادها أن أعين رجال الأمن لن تنام. طبعا نشكر زميلتنا ليالي على هذا التقرير، وفعلا أراه مختلفة ومتنوعة كانت سهام. نعم، تبين وعي المجتمع فعلا والشراكة المجتمعية بين المجتمع وبين الوزارات والمؤسسات الأخرى. صحيح، نعم، أنا لاحظت أن عجبتني أن يعني سعيد جدا أن بدوا يعني في أفراد المجتمع عندهم وعي. نعم، في كيف إحنا نتعامل مع أبنائنا، شو هي الأساليب والطرق اللي يكون خلالها يقع هذا الشخص في الإدمان. فبالتالي لا الحمد هو هذا الهدف من توعية الناس، ان ان شاء الله نخلق نوع من الوعي. صحيح، بين كافة افراد المجتمع حماية هؤلاء الابناء. دكتور سعيد، خليني اسالك، مروجين المخدرات يعني الفئات اللي اكثر شيء هم يروحون لها، الفئات المستهدفة عن مروجين المخدرات منهم؟ طبعا بخلال احصائيات عندنا الحين ان اكثر الفئات المستهدفه والتي تقع في براثن المخدرات فئه الشباب بشكل كبير، لان هذه الفئه طبعا يعني من خلال طبعا غالبا من خلال رفقاء سوء، لان الاصدقاء يتاثرون بسلوك بعضهم البعض، فبالتالي هم يستهدفون هذه الفئه، لان هذا الانسان مثل او هذا الشاب مثل ما لاحظنا من احدى الاخوات تقول الحب والتجربه والاصطلاع، فدائما الشاب عند الرغبه في الاستكشاف والاطلاع بدون التفكير والمبالاه بالعواقب التي تنتج. نعم، بعكس الانسان البالغ الناضج الذي وصل لمرحله معينه، الا اذا في حالات قليله نادره، لكن بشكل عام الشاب هم الاكثر فئه في عمليه الوقوع في هذا. نعم. طيب الاسباب اللي تخليهم يتجهون لهالمجال او يعني نقول تجربه المخدرات؟ طبعا هم دائما يقولون ان الاسر المطلقه او المشتته يكون نسبه عيالهم هم اكثر المشاكل، بس هو الواقع لا، هو الاسباب كثيره. نعم، اختسام يعني في ان الشخص يقع في ضحيه، نحن نسميهم ضحيه. نعم، مش نسميهم يعني هذا الانسان، اسباب كثيره متعدده، لعل يمكن من اهم، انا يمكن اقول لكم اهم الاسباب مثل ما تفضلت التفكك الاسري. شنو يخطب التفكك الاسري؟ طبعا هو مو بشرط يعني، قد في بعض الحالات صار انفصال بين الزوج والزوجه وكان الابناء ناجح. نعم، لكن احنا نقول بشكل عام يعني. نعم، ان التفكك الاسري يؤدي الى نوع من حدود الصدع في جدار الاسره. نعم، كحدوث الطلاق او هجر الزوج لابنائه وزوجته وما يسال عنهم، هذا يجعل هذا الابن ان فريسه سهله للاشخاص الذين مثلا يتعاملون في هذه المخدرات. صحيح، فيقع صوره الماده بعد ممكن هذا تكون الماده عنده فالبيع والشراء. كذلك الماده بعد الحاله الاقتصاديه استاذ سهام. نعم، طرقت لي موضوع اخر، حاله اقتصاديه، قد يكون هذا الانسان مثلا يستغل نوع من الفقر او الحاجه، فنوع من الاغراءات. نعم، في المال انه مثلا اذا قمت بترك كذا فتحصل مبلغ من المال. نعم، وكسب شيء اخر
قد يكون الحالة الاقتصادية السيئة. نعم. بعض الدول أو بعض الأشخاص قد يلجأ إلى تعاطي المخدرات نتيجة لظروف اقتصادية سيئة، فيلجأ إلى نسيان الواقع الذي يعيش فيه، يبي يعيش في واقع آخر، فيكون نوع من الوهم أن هذا سيحق له السعادة ويجعله نوع من الفصل عن الواقع. نعم. أمور أمر كبير إحنا ذكرناه في بداية الحديث، عملية أصدقاء سوء أهم نقطة. هذه جدا مهمة، لأن قد يكون هذا الشاب يسمع من صديقه أكثر من يسمع من الوالدة. وكثير من الحالات أن الأب والأم ربوا أحسن تربية وما ربوه في سنوات، يأتي هذا الصاحب ويهدمه في لحظات. الصاحب ساحب. صاحب فهم يصحب كل الخير أو يصحب كل الشر. الأسر اللي في عندهم أولاد مدمنين المخدرات كيف ممكن يتعاملون معاهم؟ يعني ما يخافون يودوهم للشرطة، لأن آخر شيء هي مصلحتهم، مصلحة الولد، والولد إذا كان مدمن في بداية الطريق فهي فرصة للأسر. في بعض الأسر للأسف يتسترون على أولادهم للأسف الشديد. والله شوف بشكل عام نحن الهدف احنا نوعي الأسرة في حال اذا شخص وقع ضحية للإدمان. بعض الأشخاص او بعض الأسر تخاف تقول نوع من الفضيحة والعيب الإدمان حاله مثل اي مرض آخر، حالة مرضية. نعم. انسان مريض بحاجة الى العلاج. نعم. فبالتالي يجب ان ناخذ بيد هذا الانسان للعلاج، ونحن نجد ان المشرع الاماراتي اعطى الفرصه من خلال الماده 43 التي وردت في قانون مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه. ان الماده 43 تنص على شو؟ ان لا تقام اي دعوه جزائيه على الشخص المتعاطي للمواد المخدره او المؤثرات العقليه اذا تقدم طواعيه من تلقاء نفسه او من خلال زوجه او من خلال احد اقربائه من الدرجه الثانيه لاحد مراكز العلاج او للنيابه العامه او للشرطه. نعم. رغبه في العلاج. فمتى ما قام لا تقام على دعوه ولا كان قام باي فعل، فبالتالي يكون استفاد ويتجنب المساءله القانونيه او التعرض للسجن وما شابه ذلك، لان هذه الماده حمت هذا الانسان. فبالتالي نحن نقول لافراد الاسر في حال وجود شخص مدمن يجب ان تتواصل مع الجهات المختصه في عمليه علاج هذا الانسان. نعم. ونحن ولله الحمد في القائمه التجاره في دور للشرطه المجتمعيه والدعم الاجتماعي ان تتعامل مع هذه القضايا بمنتهى السريه التامه، بحيث نحن الهدف الاساسي مش الهدف العقاب بقدر ما هو اصلاح هذا الانسان. نعم. وارجاعه عضو صالح في المجتمع. طيب من خلال استخراج شهاده سيره حسن السلوك، هل هذه يعني تترتب بعد علاجه ان تتاخر عليه ولا عادي تكون معه؟ لا، يكون في تعامل مباشره مع هذه الحالات، في بحيث انه احنا الهدف احنا اعاده اصلاحها ودمجها. نعم. في المجتمع. الصوره السلبيه كذلك احنا رساله نوجهها للمجتمع اختي سهام اخوي عبد العزيز، عمليه النظره المجتمعيه. نعم. لهذا الانسان، ان ينظروا له لهذا الانسان انك عضو فاسد في المجتمع. صحيح. بعد ما يتعافى من العلاج والكل يحاول يتجنبه. نحن يعني هذه الرساله نوجهها، هاي تعتبر نكسه حق مره ثانيه ان المجتمع مش متقبلنا. نعم، الشعب ما متقبل، فاحنا. نعم. يجب احنا ناخذ حتى ما يرجع مره اخرى. نعم. لان هذا الانسان بعد ما يتعافى وعندما يجد نوع من الصد ونوع من عدم التقبل من المجتمع قد يدفع هذا الى الامر الى الرجوع مره اخرى والوقوع. نعم. في المخدرات. نقطة أساسية كذلك في الأسرة أختي قبل ما أنساها، عملية أن كيف نتعامل مع المدمن. أن تفضلت كيف الأسرة تتعامل مع الابن المدمن. بعض الأسرة ترجع إلى العنف، يعني قد تلجأ إلى مثلا الحرمان من مميزات معينة، قد تلجأ إلى الضرب. يجب أن نتعامل معها برفق وطيبة وتعامل، لأن هذا الإنسان عندما نتعامل أكسب ثقة هذا الإنسان، فبالتالي يستطيع أن يتقبل بالنصائح. قد العنف في حال ان اسره عرفت ان ابنها وقع ضحيه وتعامل معها بعنف وبغلظه قد يدفعه الى الهروب من المنزل، وبالتالي تسوء الحاله بدل ما انا اعالج المشكله. نعم. اكبر وانا اعتبره اصلا فاقد الاهليه، يعني هذا لازم انا. صحيح. بالعكس احتويه، اتكلم معاه، اصادقه، ارابعه على اساس انه فعلا اعطيه الثقه. الثقه تبدا من البيت، اذا انا اعطيته الثقه من البيت هو بيقدر يواجه هذه عندما تبع يجعل عنده ثقه في تقبل العلاج، فبالتالي. أكيد. احنا نحاول ان اسحبه الى الجادة من اللبنة الأولى يعني. أوكي. وفعلا مثل ما قلت أهم شيء أن المراهق أو الولد يشتغل أوقات الفراغ، أن مثلا إحنا مقبلين الحين على صيف، أن بدال يقعد في البيت ممكن يروح يشارك في الأنشطة الصيفية وغيرها. وعلى هذا الصعيد أنتم عندكم نتحدث عن برنامج التدريب أجيال الشرطة اللي راح يبدأ 1/7 إن شاء الله، 9/7 عفوا، لو تكلمنا عن البرنامج التدريبي أجيال الشرطة. طبعا نحن إيمانا من القيادة الجيرة بدورها المجتمعي
في حمايه المجتمع وان نحن نمل اوقات فراغ الشباب. تم اطلاق هذا البرنامج من عام 2003 من 2003 والان نحن على في 2019 نطلق النسخه السادسه عشر. كان بدايه بدينا مع الطلبه والان النسخه الثالثه للطالبات. الهدف الاساسي هو عمليه صقل مهارات ابنائنا الطالبه والطالبات بما يعود عليهم بالنفع والفائده من خلال اعطائهم برامج مفيده خلال فتره الصيف. ومثل الفراغ قد يكون قاتل لهذا الانسان، قد يلجا الى تصرفات اخرى. صحيح. من خلال جوانب اكاديميه، من جوانب مهاراتيه ومعلوماتيه، من خلال زيارات ورحلات ترفيهيه. الهدف منهم احنا نكسبهم تلك المهارات. بالاضافه الى ذلك نحن نعطيهم ما يقارب العشر مواد اكاديميه، ما نقول عشر مواد يعني نحن اللي بسيطه جدا، من ضمن هذه المواد اللي عمليه ماده في الاخلاق وماده عن افه المخدرات. جميل. اللبس العسكري بروحه بيعطيهم هيبه. وبالفعل استاذ سام نحن لما لو تسالون حتى اي ابنائنا الطلبه بعد ما يدخل بالدوره شو الاشياء اللي تسوي تعلمها، بيحس بفرق كبير بين حياته اللي كانت احيانا بعض الابناء متعود على التكاليه الفوضى العسكريه. صح. نوع من الالتزام، النظام، الوقت، احترام الوقت. صح. فخلال الفتره هذه اللي بتكون ان شاء الله باذن الله من 9 7 ولغايه 9 8 شهر كامل، يعني تعطيهم نوع من الجرعات اللي هي الله يعطيكم العافيه يا رب. ميزان حسناتكم يقول سعاده العقيد دكتور سعيد الحسان نائب مدير اداره الموارد البشريه في القياده العامه لشرطه الفجيره، شكرا على تواجدك اليوم معنا برنامج 7 على 7. الشكر موصول لكم ونتمنى ان شاء الله اللقاءات القادمه، وانتم دائما يعني كقياده عامه شرطه الفجيره دائما متابعين فعاليات والانشطه، فكل الشكر تقدير على طول ان شاء الله.